نتوجه الآن إلى دولة الكويت، ومن هنا تنضم إلينا الدكتورة داليا البيالي عضو الجالية المصرية. دكتورة داليا صباح الخير على حضرتك، نطقت اسمك صح الأول؟ نور يا فندم، ازي حضرتك؟ يا رب تكوني حضرتك بكل خير. أهلا بحضرتك، بإن احنا مع حضراتكم في اليوم الجميل الوطني وفي عرسنا الانتخابي للمصريين ولجميع المصريين في الخارج، لكن احنا انا اختص عرسنا الانتخابي للمصريين في دولة الكويت. نعم، عايز اعرف من حضرتك مشاهد اليوم الاول للانتخابات بالامس، ما رصدتيه من مشاهد في الكويت وبدايه اليوم الثاني صباح اليوم في اللجنه الانتخابيه في مدينه الكويت. الكويت طبعا حضرتك احنا بنؤكد على اننا جاليه ذات وعي وطني ذات وعي سياسي قوي وحس وطني عالي، ودائما سباقين في المشاركه بقوه وفعاليه في اي استحقاقات دستوريه، وبالذات ان المره دي يعني احنا من امبارح شايفين ان الحمد لله المشاركه الايجابيه اقوى من اي انتخابات احنا شاركنا فيها قبل كده، لاننا كمصريين في الكويت احنا المره دي نازلين بهدف وبرساله عايزين نوصلها للعالم كله، اننا مع دولتنا المصريه ومع قيادتنا السياسيه ومع جيشنا ومع شرطتنا، وبخاصه في ظل التحديات اللي بتواجه بلدنا. وبالتالي احنا في اجواء احتفاليه من امس، عرس انتخابي، توافد على اللجان الانتخابيه من قبل المواعيد الرسميه للجان الانتخابيه، لاننا كلنا نازلين بحماس واصرار على استكمال بناء جمهوريه مصر الجديده. طبعا احنا بنحب يعني التنظيم راقي جدا، الحكومة المصرية متعاونة مع الحكومة الكويتية، والحكومة الكويتية مشكورة وفرت لنا مقر انتخابي واسع ومناسب لتيسير العملية الانتخابية في أرض المعقر التمشرف. أيضا بالنسبة للسفارة المصرية وفرت وفرت كافة اللوجستيات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية بأعلى مستوى من التنظيم وتوفير كافة الإمكانيات لتيسير العملية الانتخابية. الحمد لله من امبارح على الرغم من أننا أعداد كبيرة بتتوافد على اللجنة الانتخابية، إلا أن عشان في تنظيم ما بيحصلش ازدحام قوي داخل مقرات الانتخاب بسبب التنظيم العالي اللي وفرته السفاره المصريه والقنصليه المصريه في الكويت. بالتأكيد، وهنتابع مع حضراتكم يعني اليوم الثاني للانتخابات في دولة الكويت وفي كل الدول الأخرى، لأنه الحقيقة المشاهد اللي احنا بنشوفها هي مشاهد يعني مشرقة ومبشرة إن شاء الله بمشاركة كثيفة في الانتخابات. ده طبعا ده الجاليات المصرية يعني لا تتوانى عن استغلال أي فرصة للاحتفال مع بلدهم، ويعني مع إحساس بالارتباط الشديد بمصر والمصريين، ويعني فبالتأكيد في الكويت في مشاهد احتفالية زي ما بنشوفها في الدول الأخرى. تحدثينا عن تلك المشاهد الاحتفالية. هو انا هقول لحضرتك يا فندم، باكد على كلام حضرتك، احنا هنا في الكويت احنا بنقول اهو رساله احنا بنوجهها اننا مع للعالم كله، اننا مع بلدنا واننا مع قيادتنا السياسيه. احنا مستمرين من امس في نقل هذه الرسائل. وصلت الصوره دكتوره داليا البيلي عضو الجاليه المصريه بالكويت.